أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه عام حتى نهاية اليوم من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة، ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، تتجاوز نسب الرطوبة في بعض المناطق 90% وتصل إلى 95%، تراجع ملحوظ في الرؤية الأفقية في بعض المناطق خاصة خارج المدينة، لذلك أتمنى من قائدين المركبات السريعة خارج المدينة أن يديرون بالهم. بإذن الله تراجع الرؤية الأفقية راح يكون مستمر يعني حتى نهاية اليوم، باشر بإذن الله تبدأ الرؤية الأفقية بالتحسن تدريجيا. صور رادار الطقس التابع لإدارة الأرصاد الجوية رصد عبور السحب اللي كانت كمياتها متفاوتة اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة بعض الشيء على بعض المناطق. عبور السحب كان موجود ويانا اليوم وأجواءنا غائمة بشكل مستمر طوال اليوم، وراح تستمر السحب في عبورها حتى نهاية اليوم، ويوم الغد أيضا راح تكون ويانا موجودة، لكن فرص الأمطار تراجعت تدريجيا وراح تتراجع أكثر خلال الساعات القليلة المقبلة. ويوم الغد كميات الأمطار تفاوتت ما بين خفيفة، أعلى الكميات المسجلة كانت في الأحمدية 13 ملي، وأقل كمية كانت في السالمي أما مدينة الكويت فوصلت الكمية إلى 5.1، كميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة بعض الشيء في بعض المناطق. الأمطار راح تتراجع اليوم أو حتى نهاية اليوم، ويوم الغد في تراجع أيضا، لكن تعود مجددا في يومي السبت والأحد. حتى نهاية اليوم الرياح خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة، متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية، أجواء غائمة موجودة ويانا، أجواء باردة، درجة الحرارة حاليا 14 درجة مئوية والرطوبة نسبية 95% في مدينة الكويت، والرؤية الأفقية متراجعة حول 2 كيلو متر. حتى نهاية اليوم أجواءنا راح تكون غائمة وتراجع ملحوظ وأجواء باردة، درجة الحرارة تتراوح ما بين 7 درجات مئوية إلى 15 درجة مئوية، مع هواء شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه كحد أقصى يصل في سرعته إلى 30 كيلو متر في الساعة، تراجع ملحوظ في الرؤية الأفقية، لذلك أتمنى من قائدين المركبات خارج المدينة أن يديرون بالهم. تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا يوم الغد أو مع ساعات الصباح الأولى، وعبور السحب راح يكون موجود ويانا على بعض المناطق، لكنها سحب غير مطيرة، تتراجع الأمطار تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة وحتى يوم الغد، وتعود مجددا في يومي السبت والأحد. درجات الحرارة بوجه عام تتراوح ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية، مع رياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. يستمر طبعا الهواء خفيف إلى معتدل حتى نهاية يوم الغد، مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه من 8 إلى 26 كيلو متر في الساعة. فرص لتراجع الرؤية الأفقية والضباب الخفيف أيضا راح تكون موجودة ويانا مساء يوم الغد، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية وتصل إلى 16 درجة مئوية في الجزر. فرص تراجع الرؤية الأفقية راح تكون موجودة مع عبور لبعض السحب، السحب تكون ملحوظة أكثر في يوم السبت. البحر خفيف إلى معتدل الموج يوم الغد من 1 إلى 3 قدم، الفترة هذه من فترات الحمل، المد الأول بإذن الله الساعة 10:20 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 8:58 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 3:34 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 3:17 دقيقة مساء، الفترة هذه من فترات الحمل. المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 5:17 دقيقة، والشروق الساعة 6:42، والمغرب الساعة 5. أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة، عبور السحب راح يستمر ويانا فرص الأمطار تتراجع يوم الغد وتعود مجددا في يومي السبت والأحد، وفرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، كميات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح في يومي السبت والأحد. بعد ذلك يوم الأحد بإذن الله يقلب الهواء إلى الشمال الغربي، وابتداء من يوم الأثنين استقرار نسبي في الطقس يستمر ويانا لعدة أيام، مع أجواء باردة نسبيا خلال النهار وبرودة ملحوظة أكثر في المساء والفترات المتأخرة من الليل والفجر. باشر بإذن الله 17 العظمى والصغرى 10 درجات مئوية، وهواء شمالي إلى متقلب الاتجاه من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة، الرياح خفيفة إلى معتدلة حتى نهاية يوم الغد، عبور السحب راح يكون موجود ويانا لكنها سحب غير مطيرة، تحديدا السحب راح تكون ملحوظة أكثر في يومي السبت والأحد، وفرص الأمطار تعود مجددا مساء يوم السبت على بعض المناطق بكميات متفاوتة، العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية، والهواء الكوس يشد بين الحين والآخر من 10 إلى 40 كيلو متر في الساعة، أجلوا أي نشاط بحري، ارتفاع الأمواج يصل إلى 5.6 قدم وراح يكون مزعج للحداقة، ويستمر هذا الارتفاع في الأمواج حتى يوم الأحد، مع نشاط في سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة، العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية، والهواء يقلب تدريجيا إلى الشمال غربي. فرص الأمطار راح تستمر ويانا طوال يوم الأحد حتى نهاية يوم الأحد، تدريجيا تتراجع السحب بعد ذلك بشكل ملحوظ في يوم الأثنين، وتقل فرص الأمطار 17 العظمى في يوم الأثنين والصغرى 12، مع هواء شمالي غربي خفيف لمعتدل من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة.
عبور السحب أيضا راح يستمر ليوم الثلاثاء وأجواء مستقرة 17 العظمى وصغرى 13 درجة مئوية معها وشمالي غربي خفيف إلى معتدل من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين عبور السحب راح يستمر ويانا تراجع في فرص الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة وحتى يوم الغد تتراجع هذه الفرص من الأمطار وتعود مجددا في يومي السبت والأحد مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح أجل أي نشاط بحري في يوم السبت والأحد. فرص الأمطار كمياتها متفاوتة من منطقة إلى أخرى وتكون رعدية أحيانا، الحذر واجب ولكن لا داعي للقلق، ونتمنى منكم متابعة الإرشادات ونصائح إدارة الأرصاد الجوية والجهات الرسمية. نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.